اكو القرار انه لا صناعة في هذا البلد، لان الظاهر اكو ناس يعني ما يريدون الخير للبلد، يعني متضررة، ما يريدون الخير للبلد ابدا ابدا. لذلك لذلك هو النتائج شنو هذا حكينا، يعني احنا مباتي واحد يقول لك انت تدعي، انا اقول لك شوف البطالة اللي عندك ايش قد. هذا المقياس، ان دول الجوار والدول المستفيدة من العراق لا تسمح بقيام صناعة. يعني الان دول الجوار دول مجاورة تتبادل وياك بعشرين مليار، يعني انت بس تشتري انت ما تبيع شيء، انت لا تصدر، ودولة اخرى 10 مليارات، الصين بعشرين مليار، طبعا هاي ما تسمح لك تسوي صناعة لان انت معناته راح توقفها. لذلك احنا نعتقد انه طبعا الكارتل الخارجي هو اقوى من تأثير الصناعي، يعني احنا اقوى من، احنا شقد نضغط عن طريق مجلس النواب، عن طريق الكتب، عن طريق الاتحادات، عن طريق المؤتمرات، عن طريق اعلامكم مثلا، لكن هذا يبقى ما مو ظاهر، مو بالمستوى المطلوب. الملف الخارجي، اللوبي الخارجي اقوى بكثير، اكو فد ملف خفي يعني يضغط في هذا الاتجاه انه لا تحركوا هذا الملف. هذا الملف يعني ظاهر خط احمر لبعض الدول، لبعض الاشخاص، اكو ناس مستفيدين، اكو تجار يعني نقلوا اردأ واسوأ ما موجود بالعالم من البضائع ويبيعون على المواطنين بأعلى الاثمان. كلفنا هذا يعني بطالة كبيرة، كلفنا صحة المواطن، عندنا مواد غذائية كلها مسرطنة بها، مواد حافظة، يعني قشطة تبقى 3 أشهر هاش حاطي لها وتبقى 3 أشهر. ليش القشطة العراقية مع المعمل أبو غريب أسبوع وتنتهي أكسبايرها؟ والملاحظة سيد أنه الرقابة دائرة التقييس والسيطرة النوعية اللي مسؤولة عن فحص المنتجات الداخلية والخارجية تطبق على العراقيين في مصانعهم في الداخل المواصفة العراقية اللي هي أعلى مواصفة وأعلى جودة ولا تسمح بالتقليل منها، في حين تسمح أنه تدخل بضائع رديئة أقل من المواصفة العراقية بكثير. يعني في المواد الغذائية لا تسمح للمنتج العراقي أن يستخدم المادة الحافظة، بينما المادة المستوردة تدخل كلها مواد حافظة اللي هي مواد مسرطنة. إذن فبالتالي إذن أيادي خفية سيد فيصل، يعني إذا نحن نتكلم إذا القشطة تبقى أكثر من شهر أو الزيت أو الحنطة أو القمح أو غيرها، يعني عليهم حلال يدخلوها وعلينا حرام. بالنسبة يعني أكو دول ذكية نسميها إحنا، نعم، دول تعرف إيش دا تسوي. يعني اليوم بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليش عملتها منخفضة؟ ليش ما تعلي عملتها؟ لأنه حتى تبقى منتجاتها رخيصة، عاملها رخيص، أجورها رخيصة، على مود ما تقدر تنافسهم. اقتصادها قوي، اقتصادها بحدود رقم 30 على العالم إيران. ليش عملتها متدنية كثيرة الأصفار؟ ليش الصين اللي هي أول بالعالم، أول اقتصاد بالعالم، ليش عملتها متدنية وما يرفض يرفع عملته؟ يرفض رغم يعني محاولات الولايات المتحدة وأوروبا والضغط عليه أنه أنت خفض عملتك، عملتك قوية أنت، ما يقبل. ليش؟ لأن حتى يبقى كلفة الإنتاج عنده بالداخل رخيصة، وبالتالي أنت ما تقدر تنافسني. أنا صدر لك سرعة رخيصة بحيث أنت ما تقدر. هاي الدول، سوريا نفس الشيء، عملة محطمة، تركيا عملة جوانة، كل دول الجوار. ليش؟ لأن حتى ما تقدر تنافس. وما دولة يعني هاي بديهيات الاقتصاد يا ستنا، طيب هاي بديهيات المال. يقولون الزراعة تسد الجوع والصناعة توفر الاحتياجات والتعليم يزرع ويصنع وطن، وإحنا الحمد لله كل هاي ما عدنا لا زراعة ولا صناعة ولا حتى تعليم. لكم والله العراقيين يعينكم على ما ابتلاكم، لكن يبقى الحل عندكم أنتوا بيديكم تغيرون كل هاي المعادلة. بأمان الله.